تعالوا نعرف المنيو بتاعنا. هنعمل الجبنه الكريمي عباره عن ايه يا عم حسن؟ هنعمل جبنه كريمي بالطعم الساده، هنعمل جبنه كريمي بطعم القشطه، هنعمل جبنه كريمي بطعم الشيدر، هنعمل جبنه كريمي بالطعم الحار الفلفل الحار، وهنعمل بالجبنه كريمي بطعم الجبنه الرومي، وهنعمل جبنه كريمي بطعم الاعشاب، وهنعمل جبنه كريمي بطعم الريكفورد، وهنعمل جبنه كريمي بطعم الفلفل الحصى. النقطه المهمه عشان نبدا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، لازم نستعمل لبن كامل الدسم من عند اللبان اللي جنبي، يكون من 7 بونت ل 8 بونت عشان يبقى فيه الكريمه، يبقى فيه القشطه. فخدي بالك من النقطه دي، لازم نستعمل لبن كامل الدسم من عند اللبن اللي جنبي من 7 بونت ل 8 بونت. بجيب كوبايتين ونص من اللبن زي ما انت شايف كده قدامك يا استاذ ياسر، وبرفع عليهم النار عشان يدفع عندي. خطواتك كده كلها قدامك، كوبايتين ونص من اللبن، وبرده الصنف الثاني اجيب كوبايتين ونص من اللبن وارفع النار عليه. خطواتك كده كلها قدامك اهو. وبعد كده بجيب شاشه مع مصفى. يا جمالك يا عم ياسر، عشان اعمل الجبنه بجيب المصفى اهي واحط جواها شاشه. خطواتك مهمه جدا جدا. والنقطه المهمه عشان تعمل معايا جبنه كريمي، لازم استعمل زبده تكون نباتي مش زبده حيواني. خدي بالك، زبده نباتي اللي هي مستخرجه من المنتجات النباتيه مش من الالبان. بجيب عندي معلقتين من الزبده واحطهم في وعاء يسيحوا، نقطه مهمه جدا دي، معلقتين من الزبده النباتي واحطهم في وعاء يسيحوا عندي. خطواتك كده كلها قدامك. على ما اللبن يغلي اكون مجهز له معلقه كبيره من الخل الابيض، نص معلقه صغيره ملح. والنقطه المهمه بقى، هعملها في الخلاط، هعملها في المكنه زي ما انا عايز، اكون خلاطي ناشف ونضيف، اعملها في الخلاط بتاعي زي ما انت شايف كده قدامك. حطيت اللبن بتاعي على النار، اول واحد اهو بدا يسخن عندي، اهو بدا يغلى. بص هو بيغلي كده يا استاذ ياسر، هديله سنه ملح، اول واحد اللي هنا بره ده اديله سنه ملح وهو بيغلي كده، واديله معلقه خل. هيفصل عندي على طول. خطواتك كده، بص يا تريكاتك، فصل عندي على طول زي ما انت شايف كده قدامك التفاصيل. هيطلع الشرش وهيطلع الناتج بتاعي زي ما انت شايف كده قدامك اهو، فصل على طول ازاي؟ سنه الملح وسنه الخل. وتعالى برضو يا استاذ ياسر التاني اهو، اول ما يغلي كده عندي ده هديله سنه ملح وهديله سنه الخل بتاعته، وهقلبه مع بعضه يبدا يفصل عندي على طول زي ما انت شايف كده يا استاذ ياسر. يا تريكاتك يا تفاصيلك يا حركاتك على النار كده. تعالى اما نشوف التالت، التالت برضو نفس الكلام اهوت يا استاذ ياسر، بدا يسخن، اروح حطاله سنه الملح واروح حطاله معلقه الخل الكبيره، واركن ده جانبا واركن ده جانبا بره النار بعد ما فصل، وده اقلبه كده يا استاذ ياسر عشان نبدا نشوف هنعمل خطواتنا كلها قدامك اهو. تعالى اخد اول واحد بقى كده عشان اصفي الشرش منه زي ما انت شايف كده يا استاذ ياسر. اروح جايب الجناب بتاعتي عشان اتاكد ان كل الدسم بتاعها هينزل في المصفى بتاعتي اللي انا حاطه لها شاش. تعالى كده شوف يا استاذ ياسر، شرش فصل اهو نازل قدامك اهو، والدسم زي ما انت شايف قدامك يا تريكاتك يا حركاتك يا تفاصيلك يا استاذ ياسر. يبقى اول خطوه زي ما انت شايف كده قدامك اهو، وهم الزبده النباتي ساحت عندي اركنها تبرد، واروح جايبه التاني اهو، واحد شاش تاني، اقلبه كويس قوي من الجناب. خطواتك كده كلها قدامك، واروح جايه منزله الشرش وهينزل الدسم قدامك اهو. يا جمالك شفت كل حاجه طالعه قدامك اهو بتفاصيلها وحركاتها بتكتها. وهو سخن الدسم كده عندي، ودي بالك بقى من التركه، عشان انا هستعمل ايه يا حسن؟ هستعمل شرش من الشرش ده. اول حاجه هعمل الساده، اصفيها كده من الشرش كويس زي ما انت شايف اهو، الشرش بينزل قدامك يا تركاتك يا استاذ ياسر. بعد ما صفيتها من الشرش كويس كده اروح حطاها في الخلاط بتاعي وهي سخنه كده حسن، وهي سخنه، واضف لها كمان معلقه لبن بودر، واضف لها كمان ثلاث مثلثات من الجبنه المثلثات، واروح جايه واخده لها ايه كمان يا عم حسن؟ بص التركه المهمه يا عم ياسر، كبشه من الشرش الناتج بتاعي، كبشه من الشرش بس يكون سخن، خدي بالك من التركه كده، واروح جايه قافله عليه ومشغله الخلاط بتاعي عشان اعمل ايه؟
اشغل خطواتك كده كلها قدامك اهو. يا جمالك يا عم ياسر. بعد ما نعمت عندي الجبنه مع لبن البودره عشان اديلها طعم جميل، بعد ما كمان اديتها مثلثات جبنه مثلثات واديتها كبشه من الشرش اللي هو ناتج عمليه اللبن، معلقه الزبده النباتي بقى مهمه جدا عشان التجانس، اروح اسيحها وبتبرد وانزلها واحده واحده كده. يا جماله نعمت عندي خالص زي ما انت شايف كده قدامك التفاصيل. اهم حاجة الشرش قدامك اهو ناعم خالص، ما تستعجلش نعاميها خالص. على ما تنعم دي تعالى نعمل التانية بنفس الطريقة اهو يا استاذ ياسر. اصفي الشرش بتاعي كويس يا جمالك بالشاشة بتاعتي. اهم حاجة استعمل لبن كامل الدسم من عند اللباد اللي جنبي 7 بونت و8 بونت. خدي بالك من التركة دي، احطها في الخلاط بتاعي اضيف لها لبن بودرة، اضيف لها جبنة مثلثات تديني الطعم، وكبشة كمان كبيرة من الشرش بتاع الجبنة بتاعتي اهو، ونعم كويس. واجيب معلقتين الزبده النباتي السايحه. خطواتك كلها قدامك اهو. يا جماله اسيح معلقتين الزبده النباتي اللي هيعملوا تجانس هنا. لسه فاضل عندي هنا الطعم. هدي اول طعم ايه؟ بالجبنه الرومي. هنا انا عملت طعم سادة، هنا هعمل طعم الجبنة الرومي. هنزل لها الطعم واحدة واحدة كده. جبنة رومي مبشورة ناعمة هنعمها بيها. خطواتك كده كلها قدامك اهو. هديها طعم الجبنة الرومي المبشورة الناعمة. التركة المهمة يا استاذ ياسر هديها ايه؟ سنة لون غذائي اصفر، مش اكتر من كده مش اكتر من كده. بص عليها تحت. وعشان تتجانس معايا هعمل ايه؟ هجيب الزبدة النباتي اللي انا سيحتها هضيفها عليها كده اهو. يا تفاصيلك يا عم ياسر. تعالى طلع اول واحده اهي بعد ما بردت. عندي بقى بطرمانات زي دي، عندي بولات ما تقفيش على حاجه، يا اما بطرمان يا اما بوله ما تقفيش على اي حاجه. يا زي ما انت شايف بوله زي دي او بطرمان زي ده، زي ما انت شايف كده قدامك اهو. البطرمان اهو ده او بوله زي ما انت عايز. تعالى كده يا استاذ ياسر نصب اول واحد ونشوف اخباره ايه معانا عشان تشوف التفاصيل والحركات والتكات. تعالى شوف الكثافه بتاعتها وهي نازله سخنه. بصي يا جمالك يا استاذ ياسر، يا تفاصيلك يا حركاتك يا تكاتك. وعندي تاني واحد اللي انا عملته بالجبنه الريكفورد. على ما ينعم معايا تعالى صفي الشرش ده يا استاذ ياسر اللي انا عملته التالت بعد ما فصل. تعالى بص على الشرش وهو نازل والدسم منفصل لوحده قدامك اهو. الدسم نازل قدامك اهو. اهم حاجه تستعملي طبعا شاش عشان الشاش ناعم بتاعه. قدامك التفاصيل اهو. خطواتك كده كلها قدامك اهو. ونعم عندي اهو. اجيب عندي معلقتين الزبده بتوعي
ادفيهم بتوع الصنف الثالث. انا عملت الصنف الاولاني قدامك صبيته اهو، الصنف الثالث اهو عندي هنا الشرش بتاعي قدامك اهو يتصفى كويس. بعد ما اصفيه كويس احط الخليط بتاعي في الخلاط واضيف له جبنه مثلثات، لبن بودره، عندي شرش اخد له كبشه من الشرش سخن. عندي ايه يا عم حسن؟ عندي القشطه، هجيب معلقه قشطه جميله فلاحي طعم بتاعنا قشطه، واشغل عليهم لحد معلقه الزبده النباتي ما تبدا تنتحر. وعندي الصنف ده جهز خلاص، تعال اما نشوفه كده يا عم ياسر اخباره ايه، ونصبه في بطرمان. اجيب بطرمان من البطرمانات بتاعتي تكون مكسوره ومعقمه يا استاذ ياسر. تعال اشوف كده الكثافه بتاعته عامله ازاي. ده بطعم الجبنه الرومي، يا تفاصيلك يا عم ياسر، طعم الجبنه الرومي قدامك اهو، جبنه كريمي بدون ما تجيبيها من بره، بدون ما تعملي اي حركات وتكات والتفاصيل قدامك اهو يا جماله، يا حركات وتكات يا عم ياسر. هورهولك قبل ما نخلص الهوا كله بتركاتك بحركاتك بتكاتك بتفاصيلك يا عم ياسر. اهم حاجه تستعملي لبن كامل الدسم من عند اللبان، 7 بنت ل8 بنت، كوبايتين ونص من اللبن، هتغليهم على النار، هتطعميهم بملح وخل، واول ما يفصل تسيبيهم اركنيهم، وبعد كده تحطيهم في مصفى فيها قطعه من الشاش وهي سخنه كده، تحطيها في الخلاط، تحط عليها لبن بودره، تحط عليها جبنه مثلثات، وتحط الطعم. وادي مقاديرك قدامك اهو، بيقول لك يا تركاته يا حركاته يا تفاصيله.